لفي هيك تمام. هون قرنتها حلوة. في حدا بيحط بسكليتة بنص الصالون؟ شو قلنا بلا ذوق؟ يعني لشو كل هالغراض؟ مو معقول. عن جد ما بعرف كيف كانوا قدرانين يعيشوا بين كل هالوسخ والعجقة. هالشي بيخلق مع الإنسان، هذا يلي اسمه طبع. يا ترى شو رح يصير بس تخبره مشان الولد؟ معقول يتغير شي؟ وقتها يمكن يرجعني عالضيعة. أول ما تسمع العيلة بالحفيد أكيد رح يرحبوا بهديك، وأنا يزتوا لي كم قرش ويقولوا لي يلا. بس لا، الموضوع مو بهي البساطة. حتى البنت ما كانت بتعرف بزواجه. كريم ماله مهتم بنوب، ما رح يكون مبسوط بهذا الولد. أنا متأكدة إنه ما رح يصير شي من هالحكي. هذا التليفون من وين عم يرن؟ هون حاطينه؟ كيف فات لهونيك؟ ألو؟ جوليا؟ كيفك بنتي؟ أهلين عم إبراهيم، أنت كيفك؟ منيح، البنت وصلت. ما كان فيك تتصلي وتخبرينا أنك وصلتي يا بنت؟ لا تواخذني عم إبراهيم، لا تقلقوا علينا، نحن وصلنا وهلأ صرنا بالبيت. كريم ما كذب خبر، إجا أخذني من المطار، اضطر يروح على الجامعة لأنه عنده شغل مهم. صدقني كنت بدي احكي معكم وخبركم، بس ما عرفت شلون هو راح ماله بالبيت. قلت لحالي منتصل سوا لما يرجع. يعني هذا زوجك ما بده يبطل هاي العادة؟ طيب عجبك البيت؟ حبيتي موقعه؟ إيه عمي البيت كتير حلو، بياخد العقل، بس معجوق كتير. لو بتشوف قديش معجوق. إني عم نظف من أول ما وصلت لهون على البيت. بلشت تنظف البيت من وصلتها؟ هات لأحكي معها. يعني معقولة يترك مرته من أول لحظة بتوصل فيها ويروح يساعدها بالتنظيف؟ مرت عمك بدها تحكي معك جوليا. ألو بنتي، شو كريم مو هون؟ لك قلت لك مو موجود، راح على الجامعة. كيفك مرت عمي؟ البيت كتير حلو، عجبني كتير، والبلد هون مو معقول شو حلوة. يعني لسه ما شفتها بس هيك الظاهر. اسمعي، في دكان تركي قريب منكم بتلاقي عنده كل شي موجود. قال بلشت تنظف وترتب البيت أول ما فاتت. عن جد شاطرة هاي البنت. طبعا عمو هاي شغلتها. ايه عم بسمعي كملي. قصدك تقولي يعني انه انت بنت عائلة وهي بنت جماعة معطرين وانها متعودة على الشغل؟ أيوة. ما هيك؟ الله يسامحك عمو، ماني قصدي هيك ابدا. طبيعي يكون معجوق لكان، والغبرة على الشبابيك لو بتشوفيها مو مبين شي من الشبابيك عقد مو وسخين. ايه طبعا كتير منيح انه راح على الشغل، يعني قلت لحالي بكسب الوقت وبنظف البيت لبين ما يرجع من الجامعة. بس ابنك مزوق مرت عمي، مختار شغلات حلوة كتير للبيت. قال لي انه رح ياخدني على مكان حلو مشان نتعشى المساء. ما بعرف كيف رح روح بعد كل هالشغل، رح كون تعبانة أكيد لأني. إيه بعينك الله، الله يخليكم لبعض إن شاء الله. وينك؟ قولي له لكريم أول ما بيجي خليه حاكيني. ها إيه ماشي مرت عمي، رح نحاكيكي أكيد، لا تقلقي وسلمي على الكل. باي باي. الله معك حبيبتي.